ذكر. ماشي الوضع. الله يا طويش ذكى ذكى. يا أخي جون. أعطني موقف حصل لك. جون يقولوا لك شيء. أعطني موقف حصل لك. تحتلو. ها؟ عندي شيء. لا لا كذا أعطني موقف يعني. هنا. إيه لا لا قبل نكبة ترى أحب قصص النكبات دي. والله ما. شوف. يوم دخلت البرنامج اقسم من حلقة من عندي سواليف واجد قصص. يوم دخلت البرنامج جيني تروح في شيء تروح هذا تدري بعض الشباب علمنا بطريقة بعض الشباب ايش يسوي اذا حافظ قصيدة شيء كتبها في ورقة رجل بيلقيها كتب مطلعها بس اذا بيتذكر قصيد شيء يرجع للاوراق او سالفة هذه كنت اكتب ورقة ها كنت اكتب ورقة اشياء كذا لا بالنوت اللي معهم ايه هذه توني حطها في راسي بسويها ان شاء الله لأنها صلاحها أنغب لنا يقول الشباب يود أنت تجيك سواليف في الليل سواليف في البث أنا أنسى كل أغلب الشباب كذا إذا جوا الليل بس بعضهم العكس يا رجال كل ما زادت المدة كل ما إيش انضغط شوي روحت بالعكس الله. لا والله يا مجيد بالعكس الجو حلوة هنا طبعا وبقى كريا ترى مصالحك لازم نسوي موقف بعض الشباب مقلب كيف ما أدري أطلع لك كيف أنت حدد الهدف وزهرة كفو من بكرة بقى مقلبهم نسيف الشخص والله أنه بدر مطرفي كذا جاير ودي سوي مقلب مشكلة بدر بس متى يجي يجي ويجي عنده ناس يصورون يعني صعب يجي ولا بالحام يداهم الشباب الساعة 10 صحيح منه بدي ارد عليه بمقلب قوي يقول والله بعد يجيك سالفه من حلفت اني ارد له مقلب حتى لو بعد البرنامج بس والله ودي بالبرنامج متى يجي وعندهم مصورين يعني حتى لو جيت قدري عنك اي هذه المشكله لا خاطط على واحد من عيال صالح ولا احد صالح امس ربطنا بشماغ رد له ايه انا معك كيف ارد له انت يجي دورك بعدين نسوي لك انا وصالح نسوي لك مقلب انت انا شرك اطلع شو راني بالمن انت عبد الله امتك الواقع احمد ربك سر حذر خلاص على طال المقالب من المقالب اعلمك قصه صارت لابوي يتمازحون ناس من الجماعه عيال عمه زي كذا عندهم صغر يتمازحون ابوي توه صغير اصغرهم قال يا دجس اي من الله خير ابوي طامر يضحكهم ويمزح مع واحد من ربع كل شوي جاي والرابع يضحك وذاك متعافي ما شاء الله عليه قال اسمع ان قمت والله يا حمد يقول اسوي لك مقلب من قوي ابوي مستانس عليه والشباب يضحكون منه والله ما ايش سوى ابوي قام انت هذا وطرد ابوي مسكه وشيله حطه عند الضوء تجي سوى خذ الصاج حق الضوء الصاج مو بالصاج حق الخبز لا الضوء زي الرماد زي كذا الرمل اللي تحت خلاه حط على صدر ابوي هو يتوقع انه مو بحر يوم شال مو بحر بس على الجسم هنا حر واو ويتسال ينسخ يحترق جسم ابوي منه على صدره يوديه المستشفى حقوا عليه طلع المقالب وعساه ان شاء الله راح اي راح وقتها بس لا لو طول عليه كان عدم جسم والله كنت غشيت وانجلت انا واحد من الجماعه طبعا خالي مسوي في عمي مقلب وش مسوي عادهم صغار كانوا في الرياض هنا يداومون على سياره واحده المهم وغرف شقتهم واحده المهم هم كم واحد جاء عمي هي جاء خالي وخذ فكس شفت وحطها على عيون عمي حلو شفت وهو نايم عمي نومه ثقيل قام عمي طال عمرك من النوم اول ما قام من النوم وهو عيون حمر اي حرقت عيونه ويضحك تدري ايش قال خالي لعمي قال غسل عينك وطح نفسه زيد البلاء لا ايه زيد البلاء المويه على الفكس زيد راح يغسل عينه واو ويشب فغلين عمي
والله مره يوم ها انا ما اعرف انجليز ابد متوسطه ما الى الحين ما اعرف انجليز قريب انا اعرف يس ونو ون وتو احسن منك الكلام كان عندنا اتوقع اختبار حروف انجليز متوسطه المدرس يدري عني اني ما اعرف ابد الانجليز ولا حافظ ولا شيء جاك اليوم قاعد اختبر نقيتي ولد فرصه